جديدة من برنامجكم أحكام الصوم. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. نستضيف لكم في هذه الحلقة ضيفنا الكريم الدكتور عبد السالم والطيب بوبو، عضو هيئة علماء موريتانيا. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا وأهلا. دكتور، في البداية كلمة عن هذه العادة اللي عادة موجودة، اللي هو السهر ليلا والنوم نهارا في رمضان، شنو هو حكمه الشرع منه؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه الأواه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. شكرا جزيلا لكم شخصيا لتقديم هذا البرنامج القيم وللحرص على استضافة الناس الذين ينعشونه معك وينورون الرأي العام في هذه الأيام الفضيلة وفي هذه الليالي الفضليات من شهر رمضان العظيم. وشكرا للقيمين على هذه القناة المباركة التلفزة الموريتانية، شكرا لكم جميعا على إتاحة هذه الفرصة. ثم تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. هذا الموضوع الذي هو أحكام الصيام وخصوصا ما تعلق بالسهر ليلا والنوم نهارا هو طامة كبرى، هي طامة كبرى عمت بها البلوى، وهي مناقضة لطبيعة الصوم، لأن الصوم كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات الكريمات الحكمة من الصيام، ألا وهي لعلكم تتقون، ثم بعد تمام الصيام لعلكم تشكرون. فتحصيل التقوى لا يكون إلا بالصوم المطلوب شرعا، والصوم المطلوب شرعا ليس فقط هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا صوم العوام وليس هو المطلوب من المسلمين، وهذا صوم يستوي فيه كل الناس. فالصوم المطلوب هو أن يلتزم الإنسان بكل ما أمر الله به في أيام رمضان، وليعلم أن هذه محطة عظيمة أتيحت له الفرصة فيها وقد لا تتكرر. ورمضان كما في الحديث، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، فهو فرصة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون ليالي رمضان ليالي عبادة وتلاوة وقيام، لأن من خصائص المسلمين ومن خصائص المتقين أن يقوموا هذا الشهر العظيم. فهناك قيام هو المعروف بقيام رمضان يسمى التراويح، وهذه التراويح هي مندوبة كما قال خليل: وتراويح من فراد بها إلى تعطى إلى المساجد. ثم هناك قيام آخر يقوم به الإنسان من نفسه في رمضان وفي غير رمضان. فإذا واظب الإنسان على تلاوة القرآن ليلا وواظب على قيام الليل وعلم أنه دأب الصالحين من قبلنا، وأنه كما قال تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب. فالسمر ينبغي أن يكون على طاعة الله، لا بأس بالسمر في الأصل في السمر في ليالي رمضان هو بالتلاوة أو الذكر، ولكن لا بأس بطلب العلم كذلك، ولا بأس بالحث على الخير، ولا بأس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما السمر فيما لا يعني فهذا مناقض لحكمة الصوم، لأنه كما قلنا في بداية آية الصوم: لعلكم تتقون، وفي آخرها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تحقيق الهدف الثاني بعد التقوى هو الشكر. الحمد لله، شكرا لله. والشكر كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر
هو حمد الله سبحانه وتعالى بالفعل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فألفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم اجعلني من القليل. فقال: ويحك، انظر ماذا تقول. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكر؟ أنا أرجو الله أن أكون من ذلك القليل الذي يشكر الله على نعمه. والحمد هو شكر الله بالقول، الحمد خاص بالقول والشكر بالفعل. فمن كان في رمضان وصام علم أنه شكر الله، شكر الله على نعمه حيث أوصله إلى رمضان وحيث هداه إلى الإسلام. لا تظنن أيها الصائم ولا تظنن أيتها الأخت الصائمة أن إيمانك وأن إسلامك صدفة، لم يكن صدفة، وإنما هو بفضل من الله وهداية من الله. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ الحمد لله. فمن هداه الله إلى الإيمان والإسلام علم في قلبه خيرا، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة في هذه الأيام، وأن يكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والاستغفار، ليعلم أن رمضان ضيف لطيف حل قليلا ثم ارتحل. واضح دكتور، نسأل الله التوفيق لنا وللجميع إن شاء الله في صيام هذا الشهر الكريم وقيامه إن شاء الله. شنو حكم الاعتماد على الأذان وقت الإفطار وقت الإمساك؟ قضية الاعتماد على الأذان هو الأصل في الأذان السنية، لأنه سنة الأذان الجماعة طلبت غيرها من أجل أن يسمع المسلمون بذلك ويأتوا. وفي زمن رمضان هو إذان بدخول الوقت، وكما في حديث عبد الله بن أوفى أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا في سفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال له بعض القوم: يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فاجدح لهم. والجدح هو كما نقول بالحسانية الزريق، هو أن يصب الماء على الحليب أو على اللبن. فنزل فجدح لهم وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم وجبت الصلاة. ففي أيام رمضان الأذان إذا سمع الصائم الأذان عليه أن يفطر، وإذا أفطر عند سماعه الأذان وكان المؤذن قد أخطأ والصائم قد أفطر فإنه لا كفارة عليه، فسد ذلك اليوم عليه قضاءه، لكنه لم عليه القضاء ولا عليه الكفارة، لأن الكفارة مرتبطة بالانتهاك وهو لم ينتهك. ولكن كذلك على أئمة المساجد وعلى جماعات المساجد أن لا ينصب للأذان إلا الثقات، لأن المؤذن له شروط فقهية معروفة، أولها لا بد له من العدالة، لأنه مخبر عن أهم شيء في حياة المسلم ألا وهو وقت الصلاة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأئمتكم شفعاتكم، والمؤذن مؤتمن، كما في الحديث المؤذن مؤتمن، ويقول ذلك عند قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: ممن دعا إلى الله الأذان. هو هنا الأذان هو عام، ولكنه هو عام في كل الدعوة إلى الله، ولكن السبب ذلك هو ذكر الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهم لاستهموا. والاستهام يعني القرعة، القرعة أن يقترعوا عليهم لتنافسهم عليه. فالأذان أمره عظيم، والأئمة لهم مكرمة يوم القيامة، لأنهم أعطوا أطول الناس عراقة، والمؤذن مؤتمن، فينبغي أن يكون المؤذن مؤتمن، وإذا أفطر الشخص عليه فلا شيء عليه، ولكن عليه أن يتحرى المسجد الذي فيه مؤذن وهو يعلم أن هذا المسجد مثلا أن أصحابه يتحرون الوقت ويتأكدون من ذلك، لأنه يحدث كثير من الخلاف في مواقيت الصلاة. ولو نظرنا إلى ذلك من ناحية واقعية ومن ناحية منصفة لأدركنا أن بعض الأئمة وبعض المؤذنين يجتهدون في تحصيل الوقت وقت الصلاة، والبعض الآخر أخف من ذلك، والبعض متهاونون، البعض واحد يكون في عمله، يكون في سوقه، يكون في مكتبه وفي مكانه، ثم يأتي فقط ويؤذن ولم يتأكد من دخول الوقت. الآن أصبحت الأمور ميسورة بفضل الله بسبب هذه التطبيقات العلمية الفلكية الدقيقة التي تثبت مواقيت الصلاة وتعتمد في ذلك على الحساب الفلكي الدقيق وعلى الأقمار الصناعية. أصبحت هناك تطبيقات مثلا كالتقويم الفلكي للمكة المكرمة وللمدينة المنورة وغيرهما، وفي بلادنا والحمد لله وزارة شؤون الإسلام والتعليم الأصلي عندها تطبيقات وعندها إمساكية دقيقة يقوم عليها بعض الخبراء الفلكيين والرياضيين،
ويشرف عليها كذلك الفقهاء من أهل الرأي والبصيرة من المسلمين في هذه البلاد، وهي إمساكيات موجودة لا بأس أن ينظر الإنسان إليها ودقيقة جدا. اليوم الفلاني مثلا 27 دقيقة، واليوم الآخر 21 دقيقة، 22 دقيقة، يعني التدرج الطبيعي والعلمي الدقيق للتوقيت. فعلى الصائم أن يتحرى وأن يتأكد من ذلك. وأما إذا أفطر على مؤذن في مسجد معروف والمؤذن معروف، أو دخل بلدا وهو كان مسافرا ودخل حاضرة من حواضر المسلمين وسمع الأذان وأفطر، فذلك لا يضر. واضح. شنو حكم من رأى صائما يأكل ويشرب ناسيا؟ عليه أن ينبهه. هو إذا كان ناسيا فإن الحرج يرفع عنه، لا كفارة عليه. هو إن أفطر ناسيا عليه القضاء فقط، في مذهبنا. وبعض علماء الجمهور يقول إنما أطعمه الله وسقاه، ويعتمدون في ذلك على حديث لم يصح الاحتجاج به، لم يصح الاحتجاج به عندنا في مذهب الإمام مالك. عليه أن ينبهه ويقول له ألست بصائم؟ يقول نعم، فيمسك الناسي هذا. وعليه أن ينبه الناسي على ذلك العام. وعلى الناس كذلك أن يمتثل، لأنه إذا واصل الإفطار بعد سماعه من ذلك فإنه يكفر، أصبح منتهكا ولم يكن ناسيا. متعمد يعد. وهو الأصل أصبح متعمدا. وهو الأصل أنه عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح. شنو حكم تخصيص يوم الجمعة والصوم؟ مكروه في مذهب الإمام مالك. لماذا؟ لأنه من قواعد الإمام مالك سد الذرائع، وهم يسدون الذريعة أمام العوام لخيفة اعتقاد وجوبه، لأن يوم الجمعة مقدس في أصله. وكذلك كما قال خليل: وترك شغل يومها، لأن يظن الناس أنها مثلا أنها عيد أسبوعي شرعي. إذا اعتمد كما في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين اعتمد مثلا من الناحية الإدارية ومن الناحية العرفية فلا بأس، ولكن إذا خصص بعبادة. وكذلك كما يقول خليل: وأقيم القارئ يوم الخميس مثلا أو نحوه، إذا كان لا يقرأ إلا يوم الخميس ورجل من أهل الهيئات ومن يقتدى به، لعله إذا طال بالناس زمان ونظر العامة إلى ذلك ظنوا أن ذلك ظنوا ذلك أمرا واجبا، أو ظنوا أنه سنة أو كذا. الواقع أنهم إنما يمنعون تخصيصه به بخيفة اعتقاد وجوبه إن طالب الناس زمان، ويكرهون ذلك. أما إذا صيم معه يوم الخميس أو صيم يوم السبت فلا بأس، أو صامه شخص في خاصة نفسه مرة أو لم يكن ممن يقتدى به فذلك لا يضر. واضح. مهم لعل يصوم ويعود معاه يوم سابق والله عاقبه، ذلك يخرجه من الكراهة. ما خصه دائما للصوم. نعم. واضح. شنو هو حكم صوم رمضان مع ترك الصلاة؟ الناس اللي تعود الصوم وهي ما تصلي، نعوذ بالله. هؤلاء فاتهم أن أول أن أهم أمر من الأمور الشرعية عند الله هو الصلاة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في موطئ الإمام مالك يرسل الرسائل إلى ولاته، يرسل إليهم رسائله ويقول لهم: أما بعد، فإن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هؤلاء لعلهم يراءون والعياذ بالله، لأن الصلاة عماد الدين، ولأنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك قناطر، هناك قناطر على الصراط لا يتجاوزها، قناطر ثلاث لا يتجاوزها أحد إذا أخطأ في إحداهم. هذه القناطر الثلاث: القنطرة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقنطرة الثانية هي الصلاة، والقنطرة الثالثة هي صلة الرحم. يذكر ذلك بعض المفسرين عند قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فهذا المرصد أو هذه المراصد لا يتجاوزها من كان له خلل في الصلاة. فأول ما يوضع في ميزان حسن الخلق ذمة أخذ الصلاة، الصلاة المكتوبة، وإذا كان فيها خطأ رقعت أكملت أو تممت من النوافل. وإن لم تكن عنده نوافل ولم تكن الصلاة تامة والعياذ بالله، فإن ذلك إن لم تتداركه رحمة الله فإنه والعياذ بالله السميع العليم لا ينظر في بقية عمله، لا ينظر له في صوم ولا في زكاة ولا في حج.
والحج مثلا الذي هو ركن من أركان الإسلام كما قال خير تضيع ركن صلاة بسبب الميد مثلا. قديما كانوا يركبون البحر، والآن إذا ركب الإنسان الطائرة وكان يكون له ميد شديد بحيث أو السجارة، وذلك الميد يفقده التركيز بحيث لا يستطيع أن يؤدي الصلاة المكتوبة بالقدر الكافي، فإن الحج لا يجب عليه حتى يكون صحيحا مستطيعا لأداء الصلاة، لأن الحج إذا أدى إلى التفريط في الصلاة بحيث لم تؤدى سقط الحج حتى يستطيع الإنسان. وكذلك الصوم لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل قبل الصلاة، هذا الذي يصومه مرائي، يقول الناس فلان صائم أو فلان تقي أو فلان طيب أو فلان تقي كذا. والواقع أنه على المسلم في رمضان أن يعلم أن الصوم لو كان الصيام لغير الله لما صام أحد، كما قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى تولى جزاء الصائمين، لماذا؟ لأن الإنسان يمكن أن يرائي في الصلاة، ويمكن أن يرائي في الحج وفي الزكاة وفي الجهاد وفي بث العلم وفي الصدقة وفي الصلة وفي الخلق، ولكن الصوم لو لم يكن الصيام لغير الله لما صام أحد. لأن أي شخص، لأن أي صائم يمكنه أن يدخل بيته ويغلق عليه بابه ويشرب ويأكل إذا كان الصوم لغير الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومطلع على الإنسان ومطلع على جميع الأحوال، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاطلاع الله سبحانه وتعالى على الخفايا وعلى أسرار الإنسان كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. فالصيام لا يكون إلا لله، من صام صياما كاملا فهذا يكون مظنة للإخلاص، هذا شخص هذا مسلم يكون مظنة للإخلاص لأنه راقب الله سبحانه وتعالى وعلم أنه مطلع عليه، كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم من الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم ما عملتم وما كسبتم وما اكتسبتم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعلم الذي هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لهم عقبات من الذين خلوا يحفظون من أمر الله. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فمن صام لله عليه أن يصلي لله، وعليه أن يخلص النية لأن الله مطلع على قلبه ولا يجزيه إلا على نيته، إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو محل النية، القلب هو محل النية، ولا بد من الإخلاص. من عمل عملا كما في الحديث القدسي أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، والرياء هو جزء من الشرك، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وكثير من السلف كانوا يخشون من الرياء، كانوا يحاسبون أنفسهم لئلا يقعوا فيه، فكل عمل عمله الإنسان من أجل محمدة الناس هذا يكون وراء فيه، بينما ما كان خالصا لوجه الله الكريم فإنه يخلص النية فيه ويعلمون الله مطلع عليه وسيجزي. وهذا لا يمنع الإنسان من المحمدة، كما قال العلماء عند قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبدل كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. قالوا إن البشرى لها معنيها، المعنى الأول هو الرؤية الصالحة، لم يبقى من الشرات إلى الرؤية الصالحة يراها الرجل وترى له، والمعنى الآخر هو كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة عن الصحابة يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس، فقال تلك عاشر بشرى المؤمن يحمده الناس ويذيبه الله على عمله، ولكنه لم يقصد ذلك أصلا، إنما تصدق بهذه الصدقة أو صلى هذه الصلاة أو قام الليل حتى تفطرت قدماه أو صام إيمانا واحتسابا. ولكن في النهاية الإنسان لا يعمل عملا إلا وظهر عليه كما يقول زهير وما تكون عند من خلقة ولا تخفى على الناس تعلم، كما قال الآخر يخفي خل إذا أتيته يوم لتسأله أعطاك ملكت كفاه واعتذر
يخفي صنائعه والله يظهرها، ان الجميل ان الجميل اذا اخفيته ظهر. ويقولون عند قوله تعالى ولا تعرف المسيوم تعلم في لحن القول، في لحن القول، واللحن هنا هو الفصاحه. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تأبط احد دسيسه الا اظهرها الله على وجهه وفلتات لسانه، على وجهه وفلتات لسانه. واضح. فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا الشخص الذي يترك الصلاه وهو يصوم عليه ان يراجع نفسه، وعليه ان يصلي ويعلم ان الصلاه أنها هي اهم الامور عند الله، وانها صح. عماد الدين. فمن لم يصلي دينه لا عماد له، وبالتالي منهك ولا ينظر الله الى عمله يوم القيامه. دكتور جزاكم الله خيرا، واضح. برك وصلنا للسؤال الاخير، ما حكم صلاه التراويح قبل اول يوم من رمضان؟ صلاه التراويح كما قلنا هي ندوه، وتراويح انفراد بها اللي بتعطل المساجد، وهي قيام رمضان، وحكمها الندب. تقصدين أنه إذا ثبت الهلال، مثلا ثبت الهلال، ثبتت رؤية الهلال والناس سيصومون غدا، بعد صلاة العشاء إذا ثبت أنه سيكون غدا بعد صلاة العشاء مباشرة يصلون التراويح. لا يشترط في التراويح أن تكون بعد صوم يوم من رمضان، لا، هي تكون في أول ليلة من رمضان، والشهر يثبت في أول الليل. إذا ثبت الشهر مثلا عند صلاة المغرب، فعلى المرء أن يصلي التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، وهي ندب. شكرا لكم دكتور على هذه الإجابات الشافية والوافية. مشاهدي الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم ضيفنا الكريم الدكتور عبد السالم الطيب بوبو، عضو هيئة علماء موريتانيا، كما أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بحلقة جديدة بحول الله. لكم تحياتي وتحياتي كل من أشرف على إعداد هذه الحلقة.